تعرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي لموجة من الانتقادات اللاذعة بعد وقوع حادثة بيروت لبنان، إذ ربط البعض الحادث الضخم بغناء حسين الجسمي للبنان بيوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 سنة على تأسيسه وبين غنائه للبنان وتغريدته اللي أطلقها بعد الحفل واللي عبر فيها عن محبته للبنان حتى تنتهي الدنيا. وأشار البعض إلى أن حسين الجسمي مثال سيء للغناء لبعض الدول بين اليمن حيث غنى إلى ولم تسير يوما للأمام، وأنه غنى للبنان وباليوم التالي وقع الحادث الضخم بمرفق بيروت. عندك بدي أبقى ويغيب الغياب. مفاجئ كان مشاركة الإعلامي الكويتي فج السعيد بحملة السخرية من الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد حادث مرفق بيروت، وكتبت فج السعيد عبر حسابها على تويتر: يا جماعة اللي بيمونوا على حسين الجسمي يقولوا له يشيل البلوك عني وعن الصديقة الصدوقة عايشة الأيوب، عطانا بلوكات لأسباب مجهولة. ونشرت السعيد خبر من إحدى المجلات حول نحس حسين الجسمي وعلقت ساخرة عليه: الفنان حسين الجسمي، هذه الجريدة كاتبين عنك موضوع إنك نحس، سوي لهم بلوك، لا تنسى وتصبح على خير، ليلة سعيدة. بالوقت يلي تعرض فيه الفنان حسين الجسمي لحملة ساخرة، كانت الفنانة شمس الكويتي من أولى شخصيات اللواتي دافعنا عنه، إلا أنه تغريدتها من الواضح ما كانت بموقعها، وتعرضت بالمقابل لموجة من الانتقادات، إذ قالت: ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخون والحرامية وبيمشوهن ماشي الخرفين وبيتحكموا فيهن، وإذا إجت مصيبة بيتنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي، والله عيب وحرام وقل الذوق، والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط، واللي بيتنمروا عليه فاشنين وحاكمهم زعيم مختص بكرامتهم. وأيضا الملحن مصطفى جاد انضم إلى الأشخاص اللي دعموا حسين الجسمي فغرد قائلا: صاحبي وأخوي حسين الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح، واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب، مع فنان دعم وساند وفرح كل بيت عربي. وتابع قائلا بتغريدته: عيب كده، والله كرهتونا بحياتنا وبشغلنا، كفاية حقد وغل وطاقة سلبية، دمت طيب يا صاحبي.